بدي اسالك وليه؟ بدي اسالك بدي قصه. مشان الله سامحني يا ابن عمي، مشان الله. ما راح سامحك، بدي اسالك عملي. مشان الله يا ابي، الله يخليك هدي حالك. يا مو على حب النبي، حالك جميل نص لسانه. ابن عمي مشان الله، مو تكسر لساني، ما عاد يفتح تمي بحرف. ليك مشان الله. يا بس لسانك يا بس رابطك. الله يخليك يا ابني، الله يوفقك. لك بعد هيك يا ابو حبيبي. بدي اسالك وليه؟ بدي اسالك. اختي قسما بالله ما عم بفهم عليكي. شو قصلي؟ وليه هالقد عم تقول جوزها قصل لسانه؟ شو؟ والله لورجيه انت والله. ايمي ايدك لشوف. لا حول الله. رح اروح البس بلايتي باخذك على خستة خانة بشوف شو قصتك. يا ربي دخيلك. لا هاشم هيك عمل؟ اي والله يا سيدي. وقصلا شقفة من لسانها للبنت. العمى بعيونه العمى. ايه وكان بده يخلص علينا على الخالص. ها طب ليش هيك عم يعمل؟ هذا يا سيدي بنتي لما كشفت انه سارق لها ذهباتها، لا وذهباتي اللي حاططهم عندها كمان سارقهم، قام قصلا شقفة من لسانها. لك كمان سرق الذهبات؟ ايه كشفته وما عرف انه ايه كشفتهم وصلي. ما حيفهم عليكي سيدي، عم بقلك انه هي كشفته، ولما عرف انه هي كشفته قصلا شقفه من لسانها. ماشي انصرفوا اختي انصرفوا، والله لا خليكم تسمعوا اصواته قبل ما توصلوا على البيت. الله معكم. الله يستر عليك يا سيدي. انصرفي انصرفي. روح شحطي هالكلب لهون، شحطي بسرعه يلا. مو بس نحن اللي لازم نشتكي عليه، وانت كمان لازم تشتكي عليه انه ضربك وهانا. شلون يعني يا مو؟ بدك يعني يتبهدل بين الزلم بالحاره؟ لك هو اللي بيتبهدل مو انت. ايه بيتبهدل، بس بينقال عني خروق انه ما قدرت اخذ حقي بايدي. يوه ينقص لسانه اللي بدي اقول عنك هيك. بسيطه بسيطه والله، لا ندمه والله. اختي لا تحكي الله يرضى عليكي، والله عم تقطعي لي قلبي. انا لو بعرف انه ما نقص غير شقفه من لسانه كنت رجعت وقصيت لها اياه كله. ايوه وعم تعترف بكل وقاحة بفعلتك. ها اي حضرت اليوز باشي عم بعترف. ولك ليش هيك عملت؟ من بعد اذنك حضرت اليوز باشي معلش اعطيك مثال. احكي. مش كان انت كنت قائد جيش ورايح انت وجيشك تعملوا معركة وهي المعركة مع عدوك، وكنت مخبر هذا السر لشخص واحد بس، وهذا الشخص راح لعند عدوه وفسد وعملوا لك كمين وطلعوا وقتلوا كل رفقاتك، شو بدي اعمل فيه لهذا الزلمه؟ بقص رقبته. وانا قصيت لسانها. حضرت اليوز باشي مرتي ما بتعرف تخبي سر؟ شو ما قلت لها بتروح بتحكي للعالم، الله وكيلك من يوم ما جوزتها لهلا صارت مخربت ثلاث بيوت من قرايبيني، يعني وشي صار اسود مع العالم. وبس هيك آخر شيء وصل البلة دقني يرضيك حضرت اليوز باشي. طيب احكي لي لشوف، يعني شو عملت معك لحتى عملت هالعملة؟ أنا خبيت 30 ذهبية بمطرحين، مطرح قلت لها لمرتي عليه ومطرح ما قلت لها. حملت حالة وراحت لعند أهلها، حملتها باردة سخنة وحكت له دو 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 على قري، وأهلها أخذوا الموضوع دو 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 على قري، فضحوني قدام العالم، نطوا الحرمية وسرقوا الذهبات اللي أنا مخبي مرتي على مطرحه. ايوه يعني أنت بتتهم حماتك ومرتك بسرقة الذهبات؟ لا أعوذ بالله. بيت حماي جماعة أوادم وبيخافوا الله ما بيعملوها، هن بس مشكلتهم ما بيخبوا السر بقلبهم، دد 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 بيحكوا كل شيء للعالم. طيب اللي لشوف قدام مين حكوا لحتى نجيب هالعالم ونحقق معه؟ مو مخليين حدا محاكين قدامه، يعني ما محققاته بالسيرة ما رح تعرفوا مين الحرامي إلا إذا بتكون تشكوا بحدا، ساعتها بده يصير ظلم وأنا ما بحب أظلم. والذهبات اللي سرقتهم من حماتك ومرتك؟ أنو ذهبات؟ هالموضوع هذا مو سمعان فيه من هون. مرتك وحماتك مدعيين عليك إنك سرقت لهم ذهباتهم. هن يحكوا شو ما بدهم بس هالكلام مو مزبوط. بكل الأحوال رح نستضيفك عنا هون لبين ما نشوف الحقيقة، مين الكذاب ومين الصادق؟ شحطهم نشوف يلا، هرّك!
إذا جايت ترجينا من شان طالع ابنك من السجن فما حزر. أنا ماني جاي اترجع حدا يا أم راشد. صح، أنت وابنك ما بتترجوا حدا، بس شاطرين تقطعوا لسانات العالم. أنا بعرف إنه ابني غلط، بس بنتك هي اللي جبرته. أنا بنتي ما عملت شيء. لا عملت، فشت أسرار جوزها وخربت العالم بينات بعضهم وعلقت العرب عربين. ليش؟ لأنه لسانها طويل. شوفي ها، أنا ما بسمح لك. إن سمحتي لي وإن ما سمحتي لي، بس بنتك تربت مثل حكايتك. شو قصدك يعني؟ قصدي بدها ترباية من جديد. والله حبيبتي أنا ربيت أحسن ترباية. أنتي؟ أنتي ربيتي ما تصوني لسانك وتفضحي أسرار العالم ما تستري عليهم. أنا؟ إيه؟ أنتي وبنتك ظلمتوا ابني لما حبستوه. إيه والله ابنك بيستاهل الشنق. والله وبنتك شو لك؟ شو بتستاهل؟ تستاهل حبيبتي عريس أحسن منه، إن شاء الله رح طلعها منه وجوزها أحسن جوازة. يعني بدها بنتك تتطلع؟ اسكتي أنتي. إذا ما بدك تتطلقي انزلي على الكراكون اصفطي حقك عنه. بخي ما بدي لفتني. لو ما بده إياكي كان طلقك، بس هو حب يعمل لك فركة إذن بخاطركم. والله تقبريني أنتي معك حق، يعني والله الطلاق أنا ما بحبه. ليكي قومي البسي ملايتك وأنا رح ألبس ملايتي ونروح على الكراكون نصفط حقنا. خلص ما بدنا. قومي 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 الله يسامحه. قومي. يلي عملتوه غلط كبير يا مو. مو يعني إذا أختي ما بدها تتطلق نسكت له على بهدلته قلنا. لك مين قال لك إنه بدي أسكت له؟ بس طول بالك لتروق القصة شوي، وأنا بقول لك بعدين شو بدي أعمل فيه وبأمه وبأخته كمان. وعلى شو ناويتي له؟ ماشي رح أقول لك، بس أوعى أوعى حدا يضرب حرف. شو هالحكي هاد؟ لا ما حدا بيقدر. احكي لي او احكي لي يا سيدي. ايوه لك يا اهلي. يا ابني وليك فوتي خير صهري. انا مالي صارك ولا شيء واختك طالق، وهذا النسب المقلعط ما عاد بدي اياه. ليش هيك عم تحكي لك صهري؟ انت بنص بيتي، لا تخليني اغلط معك. احسن ما احسن ما شو؟ ما تقطع عني المصروف مثل ما عم تقول لأهل الحارة يا كذاب. انتي طالق تعال هون. فهمني شو لسا؟ فهمني. اختك بتفهمك. الله يسامحك يا أخي، خربت لي بيتي. أنا؟ مو أنت عم بتقول إنك عم تصرف علينا وكل شهر بتعطي جوزي مصاري؟ شي؟ والله ما طلع من تمي هذا الحكي. هي مرة تدين منك جوزي مصاري ورجع لك ياهم بعد جمعة، بتروح هيك بتحكي بين الناس؟ يا بنت العالم والناس شو حكيت أنا؟ مو أنت قايل عم تصرف علينا كل شهر كرمال جوزي يتحملني لأني ما بنطق؟ لك أقسم بالله العظيم ما طلع من تمي هذا الكلام، بس هلا بدي أعرف مين نقل الحكي. راجع لي. اسمعوا يا جماعة الخير، أنتوا بتعرفوا منيح إنه لا أنا سرقتكم ولا أنتوا سرقتوني. يعني هي القصة من بعض نحن بنعرفها منيح، بس أنتوا لسانكم طويل. خربتوا بيت العالم من ورا لسانكم مرة قلكم، وآخر شيء خربتوا بيت أختي. وصلتوا كلام على لساني لجوز أختي وخليتوه طلقها، وفوتوني على الكراكون وطلعتوني من الكراكون. يعني نحن مياتنا خلصت، مش عليك بتكون سامحوه. انت طالق طالق